حرص ولا تخون. المثل ده ياما سمعناه، ومن الاخر كده قليل قوي اللي بيعمل بيه، لكن المثل ده بيعرفك انك تبقى واخد حذرك واحتياطاتك من كل الناس حتى اقرب الناس ليك، بس في نفس الوقت ما تخونهمش عشان ما تخسرهمش. طيب يا سيدي، انا ليه بقول لك كل ده وليه بقول لك الحكمه دي والكلام ده كله؟ هقول لك دلوقتي حالا، بس ما تزعلش، خلينا نتفق مع بعض كده في بدايه الحلقه ان احنا ما نزعلش، لان حلقه النهارده مبنيه على الحكمه والمثل ده قوي. مش فاهم حاجه صح؟ تمام، انا فاهمك، بس قبل ما نبدا نقول بسم الله وعلى بركه الله نبدا. والله ما قتلته، ده ظلم منكم، حسبي الله ونعم الوكيل، لا اله الا الله يا رب. طب انت عملت ايه؟ احكي للمحكمه وقول. طب هو عمل لك ايه عشان تقتله؟ مش هتستفيد من سكتك بحاجه، ولا حتى دموعك اللي انت بتنزلها على خدودك دي هتخلي المحكمه ترجع في قرارها، ودعائك ده بقى توفره لحد لما تقابل عشماوي، لان استعطافك ده مش هيهز شعرايه من الموجودين. ايه يا عم الناس دي؟ هو في ايه؟ ايه اللي حصل لكل ده؟ تعال احكي لك. دكتور أسامة توفيق عنده 30 سنة، عيلته معروف عنها الاحترام وحسن الخلق، وكذلك الدكتور أسامة نفسه كان بيحب يساعد الناس، ومش بس كده، ده كان عنده ولع بالعلم، حابب يدرس اكتر ويعرف اكتر، كان شاب مثقف. وبعد ما اتخرج من كلية الطب اشتغل في معهد ناصر الحكومي كدكتور عظام، وبعد كده فتح عيادته الخاصة بمشاركة زميله دكتور أحمد شحتة، الدكتور اللي بالمناسبة ما كانش زميل له بس، يعني زي ما بنقول كده رفيق الدرب. اتعرفوا على بعض في سنة أولى واتخرجوا مع بعض من سنة في نفس السنة يعني، واشتغلوا مع بعض في نفس المستشفى، كان أعز صاحب لي. المهم أسامة كان عنده أخ شغال في السعودية، فأم أسامة قررت إن هي تروح للسعودية عشان تزور ابنها التاني ده. ولما وصلت الأم للسعودية كانت كل يوم تتصل بأسامة وتطمن عليه، وفي يوم اتصلت بأسامة وقال لها أنه هو رايح فرح صاحبه وأنه أول لما يرجع هيطمنها، والحد هنا الدنيا تمام. بس بعد المكالمة دي اختفى أسامة، شايف وشك وعليه كده ملامح الاستغراب والدهشة. أحكي لك يا صديقي بس اصبر شوية. الأم انتظرت مكالمة من أسامة لكن مفيش. طب يمكن نسي أو رجع من الفرح تعبان؟ اتصلت الأم عليه مرة تانية، مرة تالتة، مفيش رد، محدش بيرد خالص. هنا الأم حست إن في حاجة، وقالت إنها تستنى يوم ولا حاجة وإن شاء الله ربنا يقدم اللي فيه الخير، وهيكون أسامة أكيد ظهر، أصل هيروح فين يعني؟ أما في المستشفى كان موجود أحمد، وهناك الزملاء سألوه عن أسامة، لأن أسامة آخر مرة شافوه قال لهم إن هو مستأذن نص ساعة وجاي على طول، وهو عدى على اختفائه كذا يوم وتليفونه مقفول. وساعتها قال لهم ان أسامة اتقبض عليه. طب ازاي؟ قال لهم ان أسامة كان معاه دولارات وكان واقف في كمين، والشرطة فتشته ولقوا معاه الدولارات دي فخدوه قبضوا عليه، وده عشان يعرفوا منه مصدر الفلوس دي، وهي كلها كام يوم ولا يومين ويطلع. لكن مر على اختفاء أسامة 4 أيام، وقلب أمه بيتحرق عليه، والأم قاعدة عايشة في قلق وفي توتر. فعلى طول اتصلت على اخوها خال اسامه، اتصلت عليه ان هو يروح مركز الشرطه عشان يعمل بلاغ باختفاء اسامه، وفعلا راح الخال لمركز الشرطه اللي رفضوا فيه ان هم يفتحوا ملف القضيه دي، وقالوا ان المفروض يروح نفس المنطقه اللي تم فيها حاله الاختفاء ويعمل بلاغ هناك في اسم الشرطه. الخال قال لها الكلمتين دول، الام ما استنتش، خدت اول طياره ونزلت على مصر وعملت بلاغ في اسم الشرطه، ومن هنا بدأت الشرطة تدور عليه. وأول حاجة عملوها إن هم بدأوا يعملوا تتبع للتليفون بتاع أسامة، راقبوا المكالمات وطلعوا الأرقام، وتبين إن أسامة جات له مكالمة من رقم غريب متسجل باسم مريم، وإنها بتطلبه إنه يجي يعالج أمها. طب هي ليه ما راحتش العيادة؟ ولا راحت مثلا المستشفى حتى؟ إيه السبب؟ أم مريم يا عيني مش بتقدر على الحركة، والمفروض إن هو لازم يجي لها البيت. وبكده الشرطة قدرت تحدد مكان الشقة اللي بالمناسبة كانت قريبة من عيادته، وراحوا على الشقة، خبطوا على الباب، مفيش أي رد، خبطة في التانية برضو مفيش رد. بعدها بدأوا يسألوا عن الشقة دي لحد لما تبين لهم إن الشقة دي فاضية مفيهاش أي مخلوق، وإن اللي أجرها هو الدكتور أحمد شحتة، وما كانش بيجي فيها، وكان بيقول إن هو ناوي يفتحها عيادة تانية ليه،
بس لما يجهز الفلوس بتاعتها عشان يظبطها. وطول المدة دي الشقة كانت مقفولة. وقتها القوة سابت الشقة وراحت على عيادة الدكتور اللي كان قاعد فيها دكتور في الوقت ده، وده بيكون زميل الدكتور أحمد. وهو قاعد مكانه عشان العيادة ما تتقفلش، هنا الضابط سأل على الدكتور اللي موجود في العيادة عن الدكتور أسامة، يمكن يعرف أي حاجة. لكن الشخص ده قال له إن الدكتور أسامة والدكتور أحمد بقالهم كتير مختفيين ومش بيجوا العيادة عدلهم تقريبا مدة، وإنه قاعد هنا لحد لما الدكتور أحمد يجي. بس التركيز في أي حاجة مهما كانت صغيرة هتخليك تحل أصعبها قضية. طرف خيط بسيط قوي كفيله إنه يفتح لك كل السكك. الضابط وهو بيكلم الدكتور ده شم ريحة غريبة، دي ريحة أسمنت، كأن في حد كان بيبني حاجة. في الأول قالوا يمكن العيادة كان فيها صيانة، الأرضية مثلا بتتغير ولا حاجة. بس استنى، صيانة والعيادة مفتوحة والدكاترة كمان كانوا بيشتغلوا وعيانين داخلين وخارجين؟ طب حتى كانت العيادة تتقفل، يعملوا يافطة مكتوب فيها مثلا العيادة مقفولة للصيانة؟ غريبة صح؟ الضابط سأله تاني وقال له هو كان في أعمال صيانة مثلا في الفترة الأخيرة في العيادة؟ الراجل هز دماغه يمين وشمال بالنوم، لا مفيش أعمال صيانة. وفي الوقت ده كان بيحاول يوصل للدكتور أحمد لكن مفيش أي أثر ليه، يعني كانوا بيدوروا على واحد مختفي، دلوقتي بقوا اتنين. بس الضابط ما عداش الريحة دي بتاعت الأسمنت كده وخلاص، قام استدعي ملك العمارة وسأله لو في أعمال صيانة تمت في الفترة الأخيرة وتحديدا في العيادة. نفس الإجابة ونفس هزة الدماغ، العيادة دي من ساعة ما اتفتحت ما حصل لهاش صيانة. لكن ملك العمارة افتكر حاجة وقالها للضابط، وهي ان الدكتور احمد كان من قيمة كام يوم كده طلب منه مواد للبنى زي الاسمنت، شاكوش، تكسير حجارة، حاجات زي كده. وده بعد ما قاله ان في حاجات في العيادة محتاجة انها تتصلح وانه هيعرف يصلحها بنفسه. هنا الضابط جري بسرعة ناحية العيادة واستدعى فريق من البحث الجنائي وبدأ مع الافراد التانيين ان هم يفتشوا العيادة اوضة اوضة، لحد لما وصلوا الاوضة كان فيها تلاجة والسيراميك اللي تحت التلاجة دي تم تغييره وفي علامات تكسير فيه. طب على فكرة ممكن يكون السيراميك نفسه فعلا حصل له حاجة واضطروا ان هم يغيروه. هقولك يا صديقي ان حتى مواد البنى اللي عملوا بيها السيراميك دي ما كانتش نشفت، كانت لسه سائلة. معنى كده ان الموضوع ده ما حصلش من فترة، ده من قريب قوي كمان. وبكده بدأوا يتكسروا في المنطقة دي ويحفروا لحد لما لحد لما لقوا جثة الدكتور أسامة. بسرعة الضابط أمر بمراقبة وتفريخ كل كاميرات المراقبة، كل الكاميرات الموجودة في المنطقة. وفعلا في تاريخ 3 يوليو الساعة 3 الفجر تحديدا دخلت العيادة بنت، وبعدها دخل وراها الدكتور أحمد وكان معاه واحد صاحبه ممرض ومعاهم الدكتور أسامة، يعني في العيادة 4 أشخاص. لكن أسامة ما كانش ماشي معاهم، أسامة كان قاعد على كرسي متحرك، كرسي كانوا بيزقوا 2، الدكتور أحمد وصاحبه الممرض. وبعد مرور ساعتين خرج الدكتور أحمد وصاحبه الممرض والبنت التالتة، لكن أسامة ما خرجش. بدأت الشكوك إنها تلف وتدور حوالين التلات أشخاص دول. وبعد تدوير عرفوا إن البنت دي اسمها إيمان وعندها 28 سنة وبتشتغل محامية. راحوا لها البيت، تم إلقاء القبض عليها ودوها لمركز الشرطة، وهناك ابتدى التحقيق معاها. وبعد الضغط في التحقيقات انهارت واعترفت بكل حاجة، قالت ان هي تعرف الدكتور احمد من ايام الدراسة وجمعتهم علاقة ارتباط دامت لسنين طويلة، علاقة كانت نتيجتها ان هما متجوزين عرفي بالرغم من ان احمد متجوز اصلا لكن مش بيحب مراته. وكل ما هي تحاول تفتحه في اشهار واعلان جوازهم كان بيتحجج بظروفه المادية، ده غير حاجة كمان وهي ان الورقة العرفي ضاعت. وفضلوا هما الاتنين كده لحد لما جه الدكتور احمد وقال لها انه لقى الحل وان هي لو ساعدته في الحل ده هيعترف بالزواج ويعلنه وان هو هيطلق مراته، وكان الحل في الدكتور اسامه. مستغرب؟ طب ليه؟ هو انت ناسي يا صديقي ان اخو الدكتور اسامه شغال في السعوديه؟ ومش بس كده، ده كمان كان كل شهر بيبعت له فلوس بالدولار عشان يفتح عيادته الخاصه التانيه، ده غير الفلوس اللي بيطلعها الدكتور أسامة أصلا من عيادته دي. وللأسف الدكتور أسامة في قعدة دردشة مع الدكتور أحمد حكى له اللي ناوي يعمله واللي أخوه بيبعته له، ده غير كمان إن الدكتور أسامة محبوب من كل المرضى فبقت الناس بتجيله دونا عن الدكتور أحمد،
الدكتور احمد اللي اتولدت ناحيته مشاعر الغيره والحقد، وزيد على كده كمان ان اهله ناس اغنية جدا، يعني كانت كل حاجه قدامه بتوسوس له انه يقوم باللي عمله ده. وبكده كان الحل ان هم هيخطفوا الدكتور اسامه ويطلبوا من اهله فديه 200,000 دولار. البنت ما رفضتش، البنت وافقت وبشده كمان. وحصل احمد راح واشترى خط تليفون جديد واداه لايمان وقال لها ان هي اللي هتتصل بيه على انها اسمها مريم وان عندها ام وعايزه تعالجها ومش هتقدر تمشي بيها عشان عندها مشاكل في الحركه. طب اسامه عارف مكان الشقه ازاي؟ ايمان قالت له ان في حد من اهلها هيجي وياخده ويوصله لحد باب البيت، والحد ده ما هو الا صاحب الدكتور احمد اللي بالمناسبه اسامه ما يعرفوش اصلا. والحد ده هو احمد فرج، كان ممرض وشغال في عياده تانيه للدكتور احمد شحته، اللي قال له ان هو على خلاف كبير مع الدكتور اسامه وعايز ينتقم منه وانه هيديله نسبه من الفلوس. وكده عندنا اتنين احمد، الدكتور احمد شحته زميل الدكتور اسامه، واحمد فرج الممرض اللي شغال في عياده الدكتور. المهم الممرض وصل للدكتور اسامه وراح بيه لشقه ايمان اللي هي الشقه اللي ماجرها الدكتور احمد. اسامه اول لما دخل اتفاجئ بوجود صاحبه، ومره واحده كلهم هجموا عليه. احمد ضربه بحاجه على دماغه، اداله بالصاعق في رقبته، وده عشان يشيل له الحركه بتاعته. بعد كده خدوا منه كل حاجه، تليفونه، بطاقته البنكيه، فلوسه اللي كانت حوالي تقريبا 250 جنيه. بعد كده قعدوه على كرسي متحرك، والدكتور احمد اداله حقنتين بنج ومشوا من الشقه للعياده. اول لما وصلوا العياده بدا اسامه انه يفوق من البنج، قام الدكتور احمد مديله حقنه ثالثه، وكانت الخطه ان هم يخطفوه ويسالوه عن الفلوس اللي اخوه كان بيبعتها له. يا ترى مخبيها فين؟ طب وفدية أهله ما تكفيش؟ لا يا صديقي ما تكفيش، البحر دايما بيحب الزيادة والطمع عماهم. ولكن يا صديقي من بعد الحقنة التالتة الدكتور أسامة بدأت حالته تسوء، وهنا الدكتور أحمد عارف إن أسامة بيموت، فعلى طول ومن غير تفكير حطوه في حفرة ودفنوه. بعد كده جابوا سيراميك جديد وردموا عليه الحفرة وحطوا السيراميك، وكمان عشان يزيلوا أي أثر إيمان جابت موكيت وحطتها تحت التلاجة. وبكده كانوا مفكرين ان استحالة حد يكشفهم. وبعد كلام ايمان الشرطة بدأت تدور على الدكتور احمد وعلى الممرض، وساعتها جت اخبارية ان هم هربانين في المانيا في الصعيد، طلعوا بسرعة وحصروهم، واخيرا تم القبض عليهم. وبالتحقيقات اتبين ان هم كانوا مجهزين كل حاجة، الحفرة، المخدر، الصاعق الكهربائي، يعني كان في نية للقتل اصلا، وده طبعا بعد ما الهفوا كل فلوسه. وبعد القبض عليهم وتم اتهامهم بالقتل مع سبق الإصرار والترصد، تم الحكم على الدكتور أحمد والممرض اللي بالمناسبة اسمه أحمد برضو بالإعدام شرقا، بينما إيمان تم الحكم عليها بالسجن 15 سنة. طب هي إيمان ما خدتش حكم بالإعدام ليه؟ بيقال إن إيمان عشان هي محامية فقدرت إن هي تلف وتدور وإنها تطلع نفسها من موضوع تخطيطها معاهم للجريمة، وان بس هي كانت خطتها ان هي تستدرج الدكتور اسامه، وان نيه القتل دي ما كانتش عندها ولا كانت تعرف عنها حاجه. وبنهايه الحلقه دي يا صديقي حابب اوضح لك حاجه مهمه قوي، انك ما تديش كل الثقه لاي حد، وان مش اي حد تثق فيه مهما كان. الشخص اللي بتقول عليه استحاله الضربه دايما بتيجي منه، بيكون في الغالب هو اللي ضربك في ظهرك. الشخص اللي انت بتسلم عليه وبيبتسم في وشك انت ما تعرفش قلبه ونيته بتكون مخبيه ايه ناحيتك. على كل حال ربنا يسترها علينا جميعا. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وحكاية النهاردة وتقرير النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. سلام عليكم.